أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. يبقى التدريس الفعال هو تدريس يؤدي إلى تعليم ذو معنى وقيمة، تعليم يبقى في نفس ووجدان وعقل الأبناء، يؤدي إلى روح الابتكار، روح الإبداع، روح المشاركة، يؤدي إلى تأصيل وتنمية وتربية المهارات الحياتية. تدريس الفعال أحبائي الكرام هو تدريس أحيانا قد يكون مبدع، أحيانا قد يؤدي إلى أنه يتصف بالعمق ويؤدي إلى استثمار كل الإمكانات والطاقات اللي موجودة داخل الأبناء، سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الدراسة الجامعية، أيا ما كان طبيعة المرحلة الدراسية. يبقى بيستثمر استثمار خلاق مبدع يحث الأبناء على أنهم يعبروا عن كل ما بداخلهم من طاقات. التدريس الفعال كما قلت تعليم ذو معنى وذو قيمة، ما بينتهيش بورقة الإجابة وشكرا، تاني يوم تسأله أنت عملت إيه؟ يقول لك والله ما أناش عارف، ما أناش فاكر أنا عملت إيه، معرفش، نسيت اللي انا اتعلمته. وده نظام الامتحانات اللي حضراتكم شايفينه للاسف الشديد في الواقع اللي احنا بنتعايش وبنتعامل معاه. يبقى المعنى الضمني الحقيقي ان تعليمي يصبح ذو قيمه وينعكس على اداءاته. ومن نيجي نتكلم على سوق العمل بعد التخرج، يبقى بترتبط باللي درسه الطالب في المرحله الثانويه او اللي درسه بالجامعه او المتاح بالنسبة له. هو ده اللي احنا هدفنا انه يبقى موجود عندنا. الجانب الاخر مهم جدا اللي عايز اشير اليه في الجزئية دي عشان تبقى المنظومة اكتملت، انه التدريس الفعال له ابعاد. ضمن ابعاد التدريس الفعال بعد بنسميه البعد الفكري او الاثار الفكرية. الاثار الفكرية للتدريس الفعال، ودي بتعتمد على مهارة المدرس وتتضمن وضوح اتصاله الكلامي مع المتعلمين لما يجي يشرح المادة، الناس تبقى فاهماه وعارفة هو بيقول ايه. أثر المدرس الانفعالي الإيجابي على المتعلمين، يا ترى حبوه ولا كرهوه، يا ترى مستوعبين كلامه، متقبلينه ولا رافضينه، ويتولد هذا من خلال طريقة طرح المادة العلمية، يا ترى بيشرح المادة ازاي؟ ده بما فيما يسمى الأثر الفكري للتدريس الفعال. إذا الآثار الفكرية تعتمد على مهارة حضرتك كمعلم، إلى أي مدى كلامك واضح لما تيجي تشرح المادة، وأثر هذا الكلام الانفعالي، الطلبة حبت المادة ولا كرهتها وكرهت المادة. البعد الثاني، وده بيسموه الصلة الإيجابية بين المعلم وبين طلابه وبين تلاميذه، وبالتالي تحسين مهارة الاتصال. مهارات الاتصال ده برنامج لوحده، فيه لغة الجسد، فيه الابتسامة، فيه الاتصال الشفهي، فيه الاتصال المكتوب، فيه الاتصال بكل أنواعه. في النهاية أن يتمكن المتعلم من التعرف على حضرتك كما أنت عليه، وليس كما تتصنع، وليس كما تدعي، وليس كما تظن انه فهمك، ولكن بيفهمك بالضبط كما انت عليه. وده هنا يعني الوضوح والشفافيه. طيب، وده بيخلي المتعلم دافعيته تزيد، وبيتحقق بطرق تجنب استثاره العواطف السلبيه عند التلاميذ، انك تضعه دايما في قلق زايد او غضب، اللي مش هيعمل كذا هعمل فيه، واللي مش هيعمل كذا هوريه. إنك تطور عواطف إيجابية عند المتعلمين، تحترمهم، احترامك للمتعلم يخليه يحترمك، وتسيب الأداء الجيد، تغذية الرجعة للمتعلم. يا ريت ده يبقى موجود، يا ريت ده يبقى موجود في واقعنا، هذا ما نريده. الصلة الإيجابية بين المعلم وبين التلاميذ هذا ما نفتقده، وده إذا وجد في الدروس الخصوصية موجود عشان الفلوس، إنما إحنا عايزينه بالفطرة، عايزينه داخل المدرسة، عايزين نرجع المدرسة. وبالتالي
أبعاد التدريس الفعال، بعد فكري ثم بعد الصلة الإيجابية بين المعلم وبين التلاميذ. وأنت بتتكلم فهموك وفيهم وأنت بتدرس بتقول إيه؟ أدى الجانب الفكري. وبقى أثر التعلم فيهم وحبوا المادة، أدى الأثر الفكري. ثم العلاقة بقى الإيجابية بين المعلم وبين التلميذ، ده اللي إحنا عايزينه في الروضة، في الابتدائي، في الإعدادي، وفي الثانوي. هذه كلها أمور في غاية الأهمية أحبائي الكرام. وبالتالي لما أجي أسأل هذا السؤال وأشير إنه ضمن خصائص التدريس الفعال إن المعلم هنا إيجابي، يستثمر وقته، مناسب لعملية للمتعلم من حيث الوقت والجهد المتضمن، واضح الهدف، ذو معنى للمتعلم، يبقى أثر لدى المتعلم، فعال وذو قيمة مبني على فهم المتعلم وإدراكه، مستمر، له مسيرة كمسيرة الماء في مجرى النهر، يعني ماشي في الابتدائي في الروضة، في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي، تراكمي، له أدبيات وله آليات، قائم على الدافعية الذاتية للمتعلمين، مش قايم على الخوف والعنف، قايم على إثارة انتباه المتعلمين ووجدانهم. خصائص كثيرة جدا يجب أن نعيها ويجب أن نتعلمها، وفي النهاية يبقى لا حديث عن تدريس فعال دون حديث عن بقاء أثر التعلم، لا حديث عن تدريس فعال دون حديث عن تعليم يؤدي إلى دافعية الإنجاز وإلى دافعية التعلم وإلى حب التلاميذ للمادة وحبهم للأستاذ وحبهم للمدرسة. نلتقي بكم على خير إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله.